نيجي نشوف هذا طالب منا نعمل بروجرام بيحسب لنا السميشن والافريج للإليمنتس الموجودين في الري. هلا مفهوم السميشن انه هو بده يبلش من عند ليست الزيرو، يضيف عليها ليست الون، يضيف عليها ليست التو، ليست الثري وهكذا. طيب كيف بدنا نضمن هذا الاشي؟ بدنا نشتغل على اللوب طالما بدي اعمل اكسس على الإليمنتس في الري. تمام، فرح نحط فور. الاندكس المفروض يبلش بده يضمن كل الاري، فالمفروض يبلش من الزيرو ويضله لبين ما ينتهي ب السايز تاعنا. السايز هو 4، فرح نحط 4 وبده يشتغل بطريقة تصاعدي. مفروض يعمل السميشن، يعني المفروض من البداية نعرف انتجر، مثلا نسميه سم، نعطيه قيمة زيرو. الفاريبل هذا السم هو اللي بدي ازيد عليه كل اشي، فبده يبلش انه يعدل على قيمة السم، يضيف عليها قيمة ال list بالاندكس اللي حاليا احنا واقفين عنده اللي هو الاي. فبكل مرة رح يزيد قيمة ال element هذا على summation، وطبعا لازم بالبداية نكون عاطين summation قيمة زيرو أساس تكون نقطة البداية اللي احنا بنبلش منها. طيب حتى نشوف الشغل تاعنا المفروض نخليه يعمل السي اوت لها، فنعمل سي اوت ونحط ال variable. خلي يعمل end line، تمام. هيك بنكون حطينا الكود تاعنا تاع السميشن. خلينا نعمل رن نتأكد منه، وهي طلع لنا الاوتبوت هون، حط لنا انه sum equal 859، ولو اجيتوا جمعتوا هدول بالكالكوليتر اكيد رح يطلع السميشن لهم هالقد. طيب بالنسبة للافريج، بكل بساطة بدنا ناخذ السميشن ونطبع او نقسمه على العدد تاعونهم يلي هو السايز يعني، فرح نكتب له انه الافريج ايكوال قيمة السميشن ويقسمها على عددهم 4. نيجي نعمل run، وبهيك طبع لنا السميشن والأفريج. نيجي ناخذ الفكرة اللي وراها. إذا كان في بروجرام مطلوب منا نسويه إنه يحدد ال largest element in the array، فالمفروض إنه يمر على كامل القيم الموجودة معاه في ال array ويحدد أني القيمة الأكبر. هلا الطريقة اللي رح يمشي فيها إنه رح ياخذ أول إشي أول قيمة اللي هي 202، بيقارنها الإشي اللي بدنا إياه يسويه، إنه يقارنها مع تاني قيمة عنده اللي هي 258. مين الأكبر فيهم؟ 258، فرح ياخدها ويقارنها مع القيمة اللي وراها اللي هي 335. مين الأكبر؟ رح ياخد هاي، ياخدها يحطها ويقارنها مع القيمة اللي ورا اللي هي 64. الأكبر فيهم رح ياخدها وبرضو يقارنها مع القيمة اللي ورا اللي هي 335، وبرضو رح ياخد الأكبر ويقارنها باللي وراها. بهاي البروسس رح يمشي. كيف بدي أخليه يمشي في هاي البروسس؟ طالما بنتعامل مع array وفي بروسس معينة بدنا نشتغل فيها، فبدنا نستخدم ال for loop. بدي اياه يبلش من عند الاندكس 0، فرح اعطيه الاي تكون 0، وبدي اياه يمشي عليهم كلهم، معناته بدي احط له السايز. هلا السايز 1 2 3 4 5 6 7 هون، فرح احط 7 ونحط الاي بلس بلس. تمام، هلا طالما احنا بدنا اياه يسيف ال largest element في اشي، فخلينا نعرف variable نسميه، هيا نحط integer نسميه مثلا largest
عشان نضمن راح نحطها هاي كابيتال. تمام. هلا شو القيمة اللي راح اعطيها لارجست؟ المفروض اعطيه اول قيمة هو معايا في الاري، تمام، يعني قيمة 202. طب ممكن يخطر حدا لبال حدا انه احط لها قيمة 0، بس ما بنقدر نعتبر الزيرو هي المرجع، لانه اكيد الارقام السالبة بتلعب دور. عشان هيك دائما نقطة البداية بدنا اياها تكون لما بدنا نحدد اللارجست هي اول قيمة معاياها في الاري. عشان هيك انا بس رح انقل تعريف اللارجست لبعد تعريف الاري واعطيه قيمة سيلز ال زيرو اللي هي اول قيمة معها. بعدين خلال اللوب رح اطلب منه انه يقارن ما بين اللارجست القيمة اللي مسيفة عنده في لارجست مع السيلز الاندكس الجديد، فرح احكي له المفروض بده يقارن، بده يقارن بناء على جواب المقارنة بده يعمل اشي، فما نستعمل اف اذا كانت لارجست بده يقارنها مع مين؟ مع سيلز الاي. تمام. هلا جواب المقارنة رح يحدد احنا ايش نعمل. هلا هو اذا كانت السيلز هي الاكبر، تمام، فرح يجي هون ويحط يغير قيمة لارجست الموجودة عنده. فالشرط ما بيناتهم او الكونديشن اللي بدنا نحطه انه يكون السيلز هي الاكبر. فإذا كانت السيلز أكبر من اللارجست اللي أنت عندك إياها، فغير لي قيمة لارجست وحط لي إياها إيكوال سيلز الأي. بعدها بس يخلص تحديد لقيمة اللارجست رح أطلب منه إنه يعمل لي سي أوت لمين؟ لللارجست. نعمل رن، فبنلاحظ حدد لنا أكبر قيمة موجودة معاه في الأريه اللي هي 335. بس للتنبيه أنا حطيت هون largest بكابيتال لتر، بس largest بسمول لترز حتى مو من الريسيرفد ووردز، بس أنا يعني للإحتياط لما بنحتار في كلمة وإحنا عم نكتب في البروجرام، يا إما بنجربها وبنعمل رن فإذا ما أعطت سينتاكس إيرور خلاص، أو نضمن الموضوع إذا حتبنا وبنحط كابيتال لتر أول واحد. وبالامتحانات إذا احتاج يطلب أو يسأل عن reserved words بالعادة بيجيب اللي معروفات. وإذا كان من ضمن السؤال إنه بدي يعني برضو أحدد الإندكس اللي كانت الماكسيمم فاليو عنده إياها، فبنعرف variable مثلا نسميه إندكس، نعطي قيمة زيرو بما انه بلشنا من سيلز زيرو، فالاندكس ل اللارجست بالبداية بتكون زيرو. ولما يشوف انه سيلز الاي اكبر من اللارجست يغير قيمة اللارجست وبرضه يغير قيمة الاندكس، يحط لها قيمة شو؟ يحط لها قيمة الاي اللي هي الاندكس الحالية. وبالنهاية خلينا نحط هون اند لاين ونخليه يعملنا سي اوت للاندكس. تمام. نعمل رن، اعطانا انه الاندكس 2، بالمنطق هذا الصفر هذا الواحد هذا التنين، فاعطاني حدد لي اول ظهور للماكسيمم فاليو. يعني بعد ما حدد انه هاي هي الاكبر بينها وبين الاكبر من هون، لما اجي يقارنهم بالباقيين ووصل ل 335 برضو اللي نفسها، لما اجي يقارن هون بالاف رح يعطي الجواب لها فولس. ليش؟ لانه ال 335 مش يعني التنتين متساويات، فما في اشارة اقل بيناتهم. فبهيك
بنخلي الكود يحدد إشي اسمه الـ first occurrence، يعني أول مرة ظهر فيها هذا الأكبر قيمة بيناتهم. طيب ملاحظ أنه الرقم نفسه الـ maximum number ظهر عند الـ index 2 وكمان ظهر عند الـ index 4. طيب الـ first occurrence هي 2 هون، الـ last occurrence كانت هون عند 4. لو أنا بدي إياه يطلع لي last occurrence بكل بساطة بعطي equal هون. لما أعطي الـ equal هون، لما يشوف إنهم متساويات رح يأخذها كمان إنه هي الماكسيمم، أو رح يأخذها تصير هي الماكسيمم. فالـ largest ما رح تفرق لأنه هم متساويات، بس الـ index هو اللي رح يفرق. فلما نيجي نعمل run هون نلاحظ انه اعطى الاندكس 4 اللي هو اللاست اوكيرنس. فاذا طلب الفيرست ما بنحط الايكوال، اذا طلب اللاست بنحط الايكوال. مش كحفظ، كفهم انه احنا بدنا اياه لما يتساوى برضه ياخذها ترو. طيب لو عكسنا السؤال انه بدنا اياه يحدد لنا مش اللارجست، المينيمم فاليو موجودة عنده، بكل بساطة بس رح اضطر اني اعكس الاشارة اللي هون. طبعا المسميات مش فارقة يعني، بس انه المسمى هون بعكسه، بعطي هنت لإلي انه هو المينيمم فاليو، بس المهم انه هون رح نعكس الاشارة عشان لما تشوفها هي الاصغر انك تاخدها. ولما نيجي نعمل run نلاحظ انه اخذ ال 55 انه هي المينيمم، والاندكس تاعها 5. وطالما في equal هون معناته هو أخذ last occurrence، وهي طبعا في فش غير واحدة 55، بس إذا كان في أكتر من واحدة رح يأخذ آخر واحدة. تمام. لو كانت وظيفة البروجرام هاز كمان إنه يطبع كامل القيم الموجودين في الأري بس بطريقة عكسية بـ reverse order، يعني يطبع 86 55 وهكذا، كيف بنقدر نضمن إنه يطبعها بهاي الطريقة؟ هلا طالما أنا بدي أمشي بالأري فبدي أستخدم أكيد الفور. تمام، كيف رح أبلش؟ هلا إيش الإندكس اللي أنا بدي أبلش فيه؟ بدي أبلش من أعلى إندكس موجود. رح نلاحظ إنه السايز لهاي الأري إنه 1 2 3 4 5 6 7، السايز 7، أعلى إندكس موجود رح يكون 6، لأنه أعلى إندكس رح يكون أقل من السايز بواحد. تمام، الكونديشن أنا بدي الـ i آخر قيمة توصل لها تكون قد إيه؟ تكون 0، يعني إذا الـ i كانت أكبر أو بتساوي 0، أو بنقدر نحكي أكبر من الـ negative 1. وأنا بدي إياه يبلش من 6 وينزل لا يوصل الصفر، فرح نحط بدل بلس بلس ماينس ماينس. تمام، ايش الاشي اللي بده يسوي؟ بده يعمل لهم سي اوت. لشو؟ الاري اللي موجوده معنا اسمها سيلز، فبده يعمل برنت لسيلز الاي. تمام، نعمل رن نلاحظ انه لما طبعهم طبعهم بشكل عكسي، بس عشان نرتب الموضوع خلينا نعمل space. فبنلاحظ انه طبعهم بشكل عكسي، بلش من اخر وحدة ووصل لأول وحدة. في هذا السؤال جربوا انكم تحلوه، بس عشان تعملوا تست لحالكم انه كل اللي اخدتوه فهمتوه، يعني هو بيشمل أكثر من فكرة من الأفكار اللي عرضناها. تمام، هلا لما حكينا على الإندكس حكينا إنه الإندكس رح يبلش عندنا من 0، يعني رح يكون يا إما أكبر أو بيساوي 0، ويمشي لحتى ليوصل الـ array size minus 1. يعني لو عفرض كان الـ size لهاي الـ array 10، رح يبلش الإندكس من 0 وينتهي بتسعة. طيب في المنطقة اللي قبل الصفر والمنطقة اللي بعد التسعة، أو يلي أصغر من الصفر وأكبر من الـ array size minus 1. هاي المنطقة بنحكي عنها out of bounds، برا الحدود تاعتنا. هلا بيقولنا بالـ C++ إذا حاولت أعمل access على هاي المناطق اللي بتكون مش ضمن الـ index تاعي، وقتها
رح يزبط عادي اني اعمل اكسس عليهم. هذا طبعا اشي سلبي، لانه نفرض انه هذا المكان في الميموري فيه داتا معينة ما بدي العب فيها، او مش المفروض اني العب فيها ولا حتى اوصل لها، فوقتها بيكون اشي سلبي اني انا اقدر اعدل عليها. وطبعا المسؤولية بتكون على البروجرامرز انهم يضمنوا الاندكس ما يطلع برا الباونس. يعني مثلا لو نيجي نشوف البروجرام هون، لو جينا نتبع البروجرام، المفروض بالاول عرف اي، عرف الاري ليست، حط سايزاتها 5، كله تمام. بلش بفور لوب، بلش من اي ايكوال 0. الكونديشن انه تكون اقل من 5 وبلس بلس، هاي على اساس يمشي على كامل الاري، تمام. رح يحط كل قيمة من هدول القيم انها بتساوي 10. السايز قديش؟ السايز 5، فهو حطه صحيح هون ككونديشن صحيح، قلنا بنحط اقل من السايز، تمام. كامل الموجودين في الاراي رح يروح يحط قيمتهم 10. يعني لو فرضنا انه هاي هي الميموري، واجا هون عرف الليست وحط لهم القيم كلهم 10. طيب فلو اجينا حطينا الاندكس هون، اللي بالاحمر هون هو الاندكس، 2 3 4 بس. طيب لكلهم هدول شو القيمة اللي راح يحط لهم اياها؟ راح يحط لهم قيمة 10. فإجا حط هون 10، هون 10، هون 10، هون 10، وهون 10، تمام. اللي راح يعمله بالفور اللي بعدها انه إجا طبع قيم الموجودين في الاري، بس قديش حط هون؟ حط اقل او بتساوي 6. فهو بلش من الصفر، بلش من هون تمام، زاد 1، اجى للواحد تمام طبعها، وللتنين طبعها، للتلات طبعها، للاربعة طبعها، اجى على الاندكس صار عنده 5. 5 out of bounds، بس هي وين موجودة كميموري؟ رح يشوفها كأنها موجودة هون، رح يشوفها انها موجودة هون 5. فرح يجي على الميموري هون في المنطقة هاي، ويشوف اني انا بحكي له عن هاي المنطقة، رح يعمل اكسس عليها بشكل طبيعي، لانه زي ما قلنا بالسي بلس بلس ما بقدر ينبهك ولا بيعرف انه هو وصل لمكان ما بدك اياه في الاري، او لمكان اوت اوف باوندز فعليا. طيب المكان اللي هون رح يطبع القيمة الموجودة فيه شو مكانت، وبرضو بعديها زاد 1 صارت 6، وجواب الكونديشن لساته ترو، فرح يجي على المكان اللي هو بالنسبة له 6، وايش مكان فيه بالميموري يطبعها. طبعا بس بحب انبه انه في السلايدات اللي موجودة حاليا معنا الاوتبوت هون مكتوب غلط، المفروض يكون 10 10 10 10 5 مرات، وبعدها بطبع قيمتين مش مبينين شو هما، لأنه ما بنعرف شو مسيف فيهم في الميموري. يعني لما نيجي نحطه على الكومبايلر رح يعطينا اياه بهاي الطريقة، عشرات وبعدين طبع قيمتين ما بنقدر نحذر شو هما، لأنهم زي ما قلنا مكان موجود في الميموري. فعشان هيك لما بنيجي نتعامل مع الاندكس في الاري لازم نعرف قد ايه معانا هي السايز إلها، ونعرف نخلي الموضوع دائما في الحدود تاعتنا او في الاندكس اللي مسموح لنا فيه. هلا الفكرة اللي معنا حاليا انه احنا بدنا نعمل سيرتش في الاري لحتى نلاقي سبيسيفيك ايتم. يعني في عندنا مثلا بالسيستم مسجلين ايتمز، واحنا محتاجين نعرف عن هذا الايتم او الاقيه في هاي الاري، فاحنا بدنا نسوي بروجرام، هذا البروجرام يروح يدور في هاي الاري عن ايتم معين. نشوف السؤال شو طالب منا. كاتب لنا رايت سي بلس بلس بروجرام تو، اول اشي بده يعمل ريد ا نمبر فروم ذا يوزر، فاول اشي معناه بده يقرا نمبر من اليوزر، وبعدين determine whether it is on the array list or not، فبده يدور عليه في الاري ويحكي له اذا هذا النمبر موجود في الاري ليست او لا. اذا النمبر لقيناه فرح يحكي له عن اللوكيشن له، يعني بده يعطيه الاندكس، واذا ما لقى بده يطبع له بروبر مسج. نلاحظ هون مثلا احنا حاطين الاري مسمينها ليست زي ما هو حكى لنا اياه،
وحاط لنا القيم تاعتها. وملاحظ انه هون لما عرفنا السايز عرفناه كفاريبل قبله وحطينا اسمه. طبعا هاي طريقة منيحة حتى نضل محافظين على زي ما قلنا من قبل انه نضلنا طول الوقت ضمن حدود الاندكس، فتعريف السايز اجا كونستانت يعني ما رح يتم اي تعديل عليه. وكل ما بدي انادي السايز او احتاج اكتب السايز بس بناديه باسمه. فلو كان عندنا اكثر من اري ما رح نتخربط في الموضوع لانه هو معرف ككونستانت. تمام. هلا بالبداية البروجرام شو طالب مننا نعمل؟ بالبداية بده يريد a number from the user، يعني بده يقرأ رقم من اليوزر. طيب حتى نخليه يقرأ رقم لازم بالبداية نعرفه ك variable، بعديها نخبر اليوزر انه بدنا اياك تدخل لنا رقم، بعديها نحط السين. طيب في البداية بدنا نعرفه ال variable. هلا طالما هو number و كامل القيم اللي معانا في الاري من نوع integer، فعادي نحطها انتجر وبزبط كمان نحطها دبل. المهم انتجر نسميه، رح نحط اسمه يوزر. تمام ما رح اعطيه قيمة لانه بدنا نعمل له سي ان، رح نعمل سي اوت اخبر فيه اليوزر انه لو سمحت تدخل لي نمبر، رح اكتب له انتر نمبر. طيب بعدها خلينا نحط انلاين، وهلا بدنا نعمل سي ان. نكمل شو بده السؤال. بده يعني نحدد اذا هذا اليوزر الفاريبل يوزر موجود ضمن الاري. هلا هو طالما عم بدور عن هذا اليوزر في الاري، فالبروسيس اللي رح يمشي فيها انه رح يمسك هذا اليوزر يقارنه مع الاندكس الاول اللي هو اندكس 0 في الاري. اذا لقاه متساويين معناته خلص لقى هذا الايتم، ما لقاه رح يعمل سكيب يروح للاندكس اللي وراه يقارنه برضه مع اليوزر، وهيك ليخلص كامل الاري. فانا بدي اياه يمشي في كامل الاري، فالمفروض استعمل لوب. طبعا زي ما قلنا من قبل احيانا في اكثر من طريقه لنكتب الكود، نقدر نكتبها بوايل وكمان نقدر نكتبها بالفور. انا بفضل الفور استعملها مع الاري، فرح استخدم حاليا الفور، بس طبعا برضو استخدام الوايل صح، يعني المهم انه لوب تمشي لي في كامل الاري. رح نكتب فور. هلا الفاريبل اي اللي بدي استعمله للاندكس في احتمال انه ناديه برا الفور، فلما تحسوا انه في احتمال انكم تنادوا هذا الفاريبل برا الفور يفضل نعرفه قبلها. انتجر اي ما رح اعطي قيمة، رح اجي هون احط قيمة الاي ايكوال زيرو، وبعدين الكونديشن انه بدها تكون اي اقل من السايز. طالما انا معرفته كفاريبل فبنادي في اسمه. بعدها بدنا نعمل ال update statement اي بلس بلس. هلا رح نفتح البراكتس تاعون الفور ورح نعمل عملية السيرش. كيف بدي يعملها؟ هلا انا بدي احكي له اذا لقيت انه اليوزر ايكوال الاندكس الحالي فوقتها سوي. طالما في شرط فرح نستخدم اف. اكيد اف ايش الاشياء رح اقارنها ببعض؟ رح ياخد يوزر ويقارنها مع list ال i، فبدنا نكتب list ال i. شو المقارنة اللي بدي اعملها بيناتهم؟ بدي اشوف اذا هم متساويات، فبدنا نحط equal equal sorry equal equal. اذا اليوزر كان equal equal ال list ال i وقتها شو بدي يعمل؟ نفتح البراكتس تاعون ال f. شو الاشي اللي رح يعمله اذا لقاهم متساويين؟ رح احكي له احكي لي انك لقيتهم، ف see out راح احكي له found، user at index. اساسا نكون عارفين الاندكس اللي برضو لقاه عنده
ايش قيمة الاندكس رح تكون؟ اي. تمام، شو كمان تعمل؟ خلص انت لقيته، المفروض ما تضلك تدور صح؟ ما بدنا نتعبه اكتر من هيك، فرح نعمله بريك. بريك بتخليه يطلع من اللوب اللي هو فيها، يعني رح يطلع من الفور كلياتها. طيب خلينا نجرب البروجرام لحد هلا. طالب مني ادخل نمبر، لو مثلا جربنا ندخل 12، عملت انتر، حكى علي found 12 at index 0 وصحيح، فهيك تأكدنا ان البروجرام عم يشتغل حاليا بطريقة صح. ولو جربنا قيمة تانية مثلا 44، اعمل انتر، الاندكس 4 صحيح. طيب لو دخلت له حاليا على البروجرام اللي احنا فيه، لو دخلت له قيمة مش معها مثلا 33، ما حكى لي ولا اشي. فلازم البروجرام طالما عم يعمل سيرتش وطالما مطلوب من السؤال انه اذا ما لقى يطبع لي مسج مناسب. طيب كيف بدي اعمل هذا الاشي؟ واحدة من الطرق بنروح بنعرف هون بولين، رح اسميه بي واعطيه قيمة مبدئية 0، اذا لقى رح اغير قيمة البي لواحد، سوري لواحد، ترو صارت. بعد ما يطلع من الفور خلص يخلصها، رح أسأله عن قيمة البي، رح أحكي له اف إذا كانت البي equal equal الزيرو. هلأ شو معنى إنه البي ضلت زيرو؟ معناته هذه الستيتمنت ما تنفذت، يعني ما لقى. فرح أحكي له إنه وقتها اطبع لي not found مثلا، نعمل run للبروجرام. طلب منا ندخل رقم، اوكي نشيك على الاساس اصلا عم بيطلع بطريقة صح. طيب لو ما لو حطيت له رقم مش موجود معاه 33 مثلا، حكى لي انه not found، معناته البروجرام تاعنا عم يشتغل بطريقة صح وأدى الغرض المفروض منه. تمام، رح نبلش هلا بفكرة جديدة اللي هي selection sort، يعني بدنا نسوي بروجرام وظيفته انه يرتب لنا القيم الموجود معاه في الاري من الاصغر للاكبر. فخلونا بالاول نفهم الالجوريثم اللي بدنا اياه يمشي فيها حتى يعمل selection sort، وبعدها نكتب البروجرام. تمام، هلا احنا عندنا هاي الاري بهاي الطريقة مرتبة، تمام؟ احنا بدنا اياه يرتبها تصاعديا، يعني يرتب لي الارقام من الاصغر للاكبر. فالمفروض في البداية شو يعمل؟ يروح يدور لنا على اصغر قيمة موجودة معاه هون حتى يحطها اول اشي. طيب احنا شفنا من قبل كتبنا بروجرام بيطلع المينيمم فاليو او الماكسيمم فاليو في الاري، وقلنا حتى مثلا يطلع المينيمم فاليو في الاري الالجوريثم اللي رح يمشي فيها انه اول اشي رح يحط اول قيمة موجودة معاه اللي هي الاندكس اللي الها زيرو، رح يحطها انه هي السمولست، وبعدين يقارنها باللي جنبها، ياخد السمولست فيهم رح ياخد 16، رح يروح يقارنها مع اللي هون مع 24، ياخد المينيمم ما بينهم رح ياخد المينيمم 16، بعدين رح يروح يقارنها باللي بعدهم، ياخد المينيمم رح ياخد 7، بعدين يقارنها باللي بعدها رح ياخد 7، وهكذا. فرح يعرف انه المينيمم فاليو اللي عنده اياها هي 5. حلو، يعني اول اشي بدنا اياه باللسة اللي عنده اياها او بالاري اللي عنده اياها يروح يحدد المينيمم فاليو. تمام، اشي مقدور عليه طالما احنا سوينا بروجرام من قبل بيسوي هذا الاشي وما يعني وظبط معنا. طيب بعد ما يحدد المينيمم فاليو عنده اياها ايش بده يعمل؟ المفروض يروح ينقلها لأول كومبوننت موجود هون، يعني رح يحول الاندكس تاعها من الموجود هي لصفر، بده يحطها في اول خانة في الاري عنده. كيف رح يبدل ما بين قيمة الخمسة والستاش؟ يعني أنا بدي الخمسة تيجي أول إشي هلا، فرح تاخد مكان الستاش. قلنا من قبل فكرة السواب إني أبدل بين قيمتين،
يعني احنا ما بزبط انه مثلا اخذ الخمسة واتركها هيك، اكيد ما بزبط. لازم تتسيف في مكان في الميموري. طيب فايش رح نعمل؟ رح نحكي له انه هاي المينيمم صح، فالمفروض انك تكتب. رح نروح نجيب مكان فاضي في الميموري نخليه، اخذ واحدة منهم اللي بدي ابدلهم، اخذ مثلا الخمسة، باخذ الخمسة هاي وبروح بسيفها في المكان الفاضي يلي عنا. نقولها بس لقدام، تمام. فرح ياخد هاي الخمسة ويحطها في المكان الفاضي، وبعدها ياخد الستاش وينقلها لمكان الخمسة، وبهاي الطريقة بيكون عمل عملية السواب. فهو بهاي الطريقة بيكون بالأول حدد المينيمم فاليو في كامل الأري، وبعدها عمل عملية السواب بين المينيمم و أي شو مكان الكومبوننت الموجود في الاندكس زيرو، لأنه هو طالما هو أول كومبوننت رح يكون موجود فالمفروض يكون هو الأصغر. طيب بس هيك لسه الأري أنا ما وصلت إنها هي مرتبة، ايش الاماكن اللي طايله مش مرتبه؟ مطايل من عند الاندكس واحد لاخر اندكس موجود. فهل المفروض ينسى انه عنده الخمس هاي خلص هو مرتبه ما يشملها معنا، يبلش من عند الاندكس واحد لاخر اندكس موجود، بده يمشي بنفس الالجوريثم فيها. يعني المفروض هلا يمسك من عند الثلاثين لاخر اشي يحدد مين المينيمم فاليو فيها. فرح يجي يحط السمولست، يحط السمالست فيهم انها تكون 30 لهون، يقارنها مع اللي جنبها وياخذ المينيمم بينهم، وبعدها يقارنها مع اللي بعدها، وبهاي الطريقه ليوصل انه حدد مين هي المينيمم فاليو اللي هي السبعة. طالما حدد المينيمم فاليو فالمفروض يعمل عمليه السواب ما بين مين ومين. هلا السبعة المفروض وين ينقلها؟ يحطها مكان ال30، يعني بده يغير ما بين الاندكس الموجود هون والاندكس الموجود هون، او يعني بين الكومبوننتس، يعني هو بضل هون الاندكس 0 هون الاندكس 1، بس رح يبدل ما بين السبعة والثلاثين بنفس الالجوريثم بتاعت السواب. مكان الفاضي اللي احنا حاجزينه هون رح نيجي ناخده ونعبي فيه السبعة، وبعدها ناخد الثلاثين ونحطها في مكان السبعة، وناخد السبعة ونحطها في مكان الاندكس 1. ايش اللي ضلوا مش مرتبين؟ من 24 لخمسة وخمسين، من الاندكس 2 لآخرها. فهو رح يمسك هاي المنطقة من اندكس 2 لآخرها ويطلع فيها المينيمم، ويكمل بنفس الالجوريثم. يعني اللي بتيمشي فيها انه يطلع المينيمم، يعمل عملية السواب، وبعدها يشوف مين الانسورتد اللي ضالت مع الاندكس اللي موجودين انه لسه مش مرتبين ويكمل فيها. يعني طبعا طالما في الجوريثم عم تمشي بطريقة متكررة انه عملية المينيمم بعدها السواب بعدها ارجع عيد، فمعناته اكيد اكيد نستخدم لوب. المفروض هيك احنا فاهمين الالجوريثم، فاذا فهمنا الالجوريثم بيكون الكود ابسط، او نوعا ما بنكون قادرين ان نكتب الكود. طيب خلينا نروح نكتب الكود. فالمفروض انه بده يكون في عنا فور، جوا الفور في العمليتين اللي بده يسويهم، انه يحدد السمولست ويعمل عملية السواب، تمام. فبالفور بده يمشي عادي زي ما كنا نعمل بكل فور، عم نحطها لأري انه نحط اول اشي الاندكس يكون زيرو. الاندكس هون عم يحط الاندكس اقل من اللينث ماينس ون، ليش؟ لانه اخر خانة اريد رح تترتب لحالها، فآخر خانة رح تكون هي الوحيدة اللي ضايلة معاه، فلو بده يحط يمشي فيها عادي رح يحطها هي السمولست ويقارنها مع حالها، وبعدين يعمل عملية السواب مع حالها، فما في داعي لهيك اشي. فبحط اللينكث اقل من، يعني اقل من بواحد، المهم اندكس بلس بلس. المهم انه جواتها بده يكون عملية الاختيار السمولست والسواب. فالمفروض من هون نبلش، عنا بدنا نحط فور، بدنا نحط انه الاندكس خلينا نعرفها قبل، نسميها اي، انتجر اي،
راح أحط قيمة الـ i هون إنها بتساوي 0، ونخلي قيمة الـ i أقل من length minus 1. هلا إحنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8، راح نحط إحنا 7. i plus plus، تمام. المفروض هلا بدنا نفتح البراكتس، وهلا جوا هون بده يسوي العمليتين. اول اشي بده يحدد السمولست، وبعدها يعمل السواب. حتى يحدد السمولست المفروض انه يمشي على كامل الاري، صح؟ يعني بده يكون في 4 جوا، اللي هي الفور تاع تحديد السمولست. طيب يعني رح ناخد هاي، بس طبعا رح نغير الاسم. يعني مثلا لو حطينا اكس، تمام. هلا هون المفروض يطلع لي السمولست، قلنا بالبدايه بيروح بحط السمولست اول قيمه معاه، فاول قيمه معاه موجوده باي اندكس؟ موجوده حاليا بتكون باندكس 0، صح؟ بعدها لما يخلص ترتيب اول اطار رح يصير الاندكس اللي بده يبلش منه اللي هو الواحد. فعم يفرق مين يحط السمولست حسب هو هلا بترتيب اي خانه، صح؟ فعشان هيك من البدايه بأول اللوب رح أخليه يحط لي السمولست تكون الاندكس ساعها اندكس الاي، يعني لما أول مرة يفوت رح يكون الاي 0، فرح يكون هو عم بيرتب بخانة الزيرو. بعدها رح تصير اي 1، فرح يكون عم بيرتب بخانة الون، وبهاي الطريقة. فعشان هيك رح أعرف له انتجر أسميه سمولست اندكس، بإمكانكم تسموه اللي بدكم إياه طبعا، بس رح أعطيه قيمة الـ i. طيب خلينا هلا نبلش شوي في المنطقة اللي هون. هلا هو كل مرة بيفوت حتى يرتب خانة معينة رح يبلش من هاي الخانة لا يوصل لآخر خانة موجودة، صح؟ فالمفروض إنه دائما لما يبلش من